شنو اللي نفع المملكة المغربية؟ هو أن المملكة المغربية كانت عندها واحد سياسة استباقية في هذا المجال ديال تدبير المياه، اللي تترجع إلى عهد الحسن الثاني الله يرحمه، اللي بدات في بداية الستينيات من القرن الماضي، وهي اللي تعرفت بما يسمى بسياسة السدود، اللي خلات بلادنا يكون عندها أولا سدود كبيرة تسمح لها باش تخزن المياه، لكن الأهم من ذلك هو أنها عندها ولات عندها خبرة. المحاور الكبيرة الاستراتيجية ديالنا هي الاستمرار في تطوير العرض المائي أساسا من خلال السدود، لأننا غنستمروا في بناء السدود، السدود الكبيرة والسدود المتوسطة والسدود الصغرى، غادي نستمروا كذلك في أن ننظر إلى مجالات أخرى لتدبير المياه، خاصة تحلية مياه البحر، لأن المغرب الحمد لله عنده 3500 كيلومتر من الشواطئ، وكذلك إمكانية استعمال المياه العادمة. دابا المياه العادمة تستعملها في السقي ديال المناطق الخضراء والملاعب الجولف، هذا غيمكن له يتطور في المستقبل للاستعمالات الصناعية والفلاحية وكذلك الاستعمالات الإنسانية. الشق الثالث هو كيفاش نحافظوا على المنظومة الإيكولوجية، لأن هذه المنظومة الإيكولوجية هي اللي أساسية في حفظ موارد المياه، إذا ما خصش يوقع شي اختلال في المنظومات الإيكولوجية. بالطبع ملي تتشوف الخريطة ديال المملكة المغربية غادي تلاحظ بين الأحواض المائية هناك أحواض مائية خاصة ديال الشمال اللي هي أحسن فيما يتعلق بالماء، وهذا هو اللي خلانا نفكروا فيما يسمى بتحويل المياه من الأحواض اللي فيها الماء إلى الأحواض التي هي أقل في الماء، وهذه المسألة هذه معروفة على المستوى الدولي. أولا هذا الموضوع ديال الماء كما في علمك درت فيه اجتماعات رأسها جلالة الملك الله ينصره، أخيرها كان اجتماع اللي تعلن فيه على واحد العدد ديال المشاريع اللي هتكون في شمال المملكة، منها بطبيعة الحال البناء ديال السد ديال سيدي منصور، اللي غيكون واحد السد كبير جدا، اللي غتكون تقريبا الحقيبة ديالو حوالي مليار ديال الأمتار المكعبة، واللي غيكلف حوالي 2.5 مليار ديال الدرهم كتكلفة أولية، هذه بطبيعة الحال التوقعات ديالنا. لكن هذا السد ديال المنصور غيكونوا فيه سدين آخرين، يعني اللي غيشكلوا واحد المجمع اللي غتوصل الحقنة ديالهم مع السد ديال المنصور حوالي مليار ونص ديال الأمتار المكعبة. هذا المجمع غيشكل خزان المياه اللي غيتم التحويل ديالو إما في اتجاه الغرب بطبيعة الحال المدن ديال طنجة وغيرها، أو في اتجاه الشرق المدن ديال الناظور دريوش وجدة. إذن هنا غيكون عندنا واحد التحويل، إلا بغيتي تقول تحويل شرق غرب. حنا في هذه المرحلة بصدد دراسات تفصيلية اللي تتعلق بهذا السد هذا، لأن هذه تتستلزم واحد سنة ونصف إلى سنتين، دراسات تقنية سيسمية جيوتقنية، وهذه اللي غتخلينا بطبيعة الحال باش نوضعوا المشروع النهائي ديال بناء السد. 2020 يكون واجد؟ لا، احنا غادي نبداو البناء ديالو في نهايه 2020، لان الدراسات غتاخذ 2019 2020، دونك حنا غادي نحاولوا باش هذا السد تبدا البناء ديالو في 2020، غياخذ واحد 4 سنوات، غيكون جاهز ان شاء الله في افق ديال 2024 على اكثر تقدير. الان تنوجدوا بطبيعة الحال واحد العدد ديال الأمور الإدارية، منها أننا غادي نحدثوا مديرية مركزية خاصة بهذا السد هذا، وهذه أول مرة غادي نخصوا لواحد السد مديرية مركزية. وعدنا بطبيعة الحال في الشق الثاني واحد العدد ديال الدراسات اللي احنا مستمرين فيها، دراسات إذا بغينا نقولوا أولية حول تحويل ديال المياه من الشمال للجنوب، يعني من الأحواض ديال الشمال إلى الأحواض ديال الجنوب، واساسا ما بين السد ديال الوحده والسد ديال المسيره، اللي غادي تسمح لهذيك المناطق بطبيعه الحال ديال دكالة عندها وديال تنسيفت ان يكون عندها واحد القسط من الماء. هذا الماء اللي غيتحول هو الماء اللي تيضيع الان، اللي تيمشي للمحيط الاطلسي واللي ما يمكنناش نستافدوا منه، واللي التقديرات الاوليه عندنا تتقول عندنا حوالي واحد 500 حتى 600 مليون ديال الامطار المكعبه، وبحال اللي لاحظتي 500 ولا 600 مليون ديال الامطار المكعبه راه حقينه ديال واحد السد كبير. هذه الان الدراسات موجوده، التقديرات اللي عندنا اننا تنتكلموا
ما بين 15 مليار ديال الدرهم حتى 20 مليار ديال الدرهم. ومن هذا المنطلق حنا عندنا واحد التفكير هذه سنوات وحنا تنفكروا في هذا الموضوع هذا ديال التحويل، وعلى ضوء وجات الزياره اللي قمت بها للولايات المتحده الامريكيه للاستفاده من التجربه ديال الولايات المتحده الامريكيه في مجال نقل المياه اللي هي نقل المياه من الشمال الى الجنوب، واللي بطبيعه الحال تتعود الى القرن الماضي، واللي الولايات المتحده الامريكيه عندها فيها واحد التجربه، وكان الغرض هو التعرف على هذه التجربه ومدارسه هذا الموضوع من جميع الجوانب ديالو مع المسؤولين الامريكيين. لماذا تم الاختيار على الولايات المتحده؟ هو في الحقيقة أولا بعدها هي الزيارة يعني مشكورة الحكومة ديال كوريا الجنوبية اللي هي اللي مولات هاد الزيارة، اللي هي مولات هاد السفر الدراسي. كان عندنا الخيار ما بين كوريا الجنوبية وما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. الصين عندها كذلك تجربة في نقل المياه من الجنوب إلى الشمال. احنا اختارينا الولايات المتحدة الأمريكية لأن الجيولوجيا والمناخ شبيهين بما يقع في المملكة المغربية. اولا نحن شاكرين بعد المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية لان كان عندنا لقاء مع كاتب الدولة الأمريكي في التجارة، وبطبيعة الحال من المناصب المهمة والحساسة في الولايات المتحدة الأمريكية. كان عندنا لقاءات مع المسؤولين في وزارة الداخلية، وأساسا الكاتب الدولة المساعد للوزير الداخلية أو كاتب الدولة في الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع واحد العدد ديال المسؤولين اللي مهتمين بالقطاع ديال الماء، لأن احنا كان عندنا الغرض هو قطاع ديال الماء، فهما عندهم مكاتب خاصة بهذا المجال. وكان عندنا بطبيعة الحال لقاءات مع النازا لأنهما مكلفين بهذا الشيء ديال استقراء المعطيات المستقبليه، وهذا واحد الموضوع حنا تيهمنا بالاساس، يعني معرفه طبيعه تغير المناخ، طبيعه التساقطات المطريه في السنوات المقبله. وكان عندنا لقاء مع بعض الهيئات ديال المهندسين المختصه في بناء السدود والتدبير ديالها. بعد ذلك انتقلنا باش نشوفوا في الميدان هذا التحويل هذا من السد ديال هوفر اللي هو معروف في الولايات المتحده الامريكيه، اللي الحقينه ديالو تتوصل 35 مليار ديال الامتار المكعبه. ثم بطبيعه الحال الزياره ديال المجال ديال التحويل اللي تيهم اريزونا وكاليفورنيا. فاذا هاد المسؤولين كانت عندنا معهم نقاشات مده ديال 7 ايام، وخلصنا بطبيعه الحال الى الاهميه ديال هاد التحويل فيما يتعلق بهاد الولايات، لان في التحويل ديال الماء في الولايات المتحده الامريكيه هذا اللي زرناه تنتكلموا على 7 ديال الولايات. وكان معنا بطبيعه الحال في هاد الاجتماعات خاصه في الاجتماع ديال كاتب الدوله في التجاره حضور سفير جلاله الملك شريف آل جمانه، وهذا بطبيعه الحال تيبين الاهميه ديال هذا الموضوع بالنسبه للجانب الامريكي وبالنسبه للجانب المغربي.